لحظات تنطلق، وانطلقت الجياد والأفراس عمر 3 سنوات فأكثر التي كسبت من سباق ولغاية 3 سباقات في تنافس يجمعها على مسافة 1650 مترا على جائزة عبد الله بن عسكر من أهل الرياض، واحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراء المترفة في المقدمة في تنافس وفي تقدم من البداية. المترفة ما شاء الله تبارك الله تقود الجياد والأفراس في هذه المشاركة، وشبراق في المركز الثاني فيما تقدم. الآن نشاهد من بشاش للمركز الثالث والمركز الرابع لبشاش المركز الثالث إذن، وتقدم أيضا من الجواد رقم 5 بشاش للمركز الأول. المترفة للمركز الأول تتقدم بكل قوة في هذا الشوط، وفي المركز الثاني شبراق فيما التنافس يشتد في هذه اللحظات، ومع تجاوز الجياد والأفراس المنعطف الأخير، وتدخل الجياد الآن في هذه اللحظات للخط المستقيم باتجاه خط النهاية بقيادة المترفة تحت روبرتو بيريز. بكل قوة المترفة تدخل الخط المستقيم والتنافس يشتد في هذه الأثناء، فيما المترفة تسعى للتسجيل الفوز الثالث لها. المترفة في المقدمة، المترفة في المقدمة، والتنافس الآن يأتي من بقية الجياد. المترفة تسجل الانتصار الثالث لها، فيما يأتي للمركز الثاني نجم مشهر، فيما المركز الثالث لكافور